السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي سؤال من فضلك. تفضل. بالنسبة للآيات التي وردت في القرآن وتحث على طلب العلم، وكذلك الأحاديث التي ترفع من شأن العلماء، العلم المقصود في القرآن والسنة العلم الشرعي الشرعي طبعا، يشمل العلم العلوم الدنيوية كتعلم الكيمياء والفيزياء العلم والرياضيات؟ الشرعي بالتأصيل، على الدرجة الأولى. شوف،